عندك كارت على اليمين وكارت على الشمال. ده وده. اسحب واحد من هنا وواحد من هنا. او اسحب من هنا على طول اللي انت عايزه. ماشي. تختار ايه؟ واحد واحد؟ خلينا في اهل اليمين ان شاء الله. دي حاجه جديده، دي لعبه جديده يا معلم. ماشي. فيها مفاجأة. غير التشكيل ولا في ايه؟ في نار بتطلع من هنا. اوه، موقف حصل معاك في الزمالك مش ممكن تنساه. حلو. ماتش الاهلي والزمالك سنه اول سنه ليا انتقال يعني. وكنت عامل 25 دقيقه تحفه. ورحت على الجون انفراد وضاعت فكان اللي ماسك الفرقه الكابتن فاروق جعفر واحمد الكابتن احمد رفعت الله يرحمه، كان مدير فني وكابتن فاروق، يعني كان اتنين مدربين وكان يعني موضوع كبير قوي. فخرجني في المباراه دي. مين اللي خرجك؟ كابتن احمد رفعت بتوصيه من الكابتن فاروق. عمل له كده. لانه بعد كده كابتن فاروق قال لي، انا اللي قلت له اصل انت ما بتدافعش. قلت له انت منزل محمد صبري مكاني. يعني صبري اللي بيدافع. اكيد مش صبري ما بيدافعش. لا. كان مخرجك ليه؟ بامانه كابتن فاروق كان في مشاكل بينه وبالكابتن احمد رفعت. الله يرحمه بقى. يعني عارف اصل انت جايب اتنين، كنا فرقه الاحلام، كنا فرقه تقيله قوي. طبعا. فما اعرفش، حسيت ان الكابتن فاروق عايز يغرق الكابتن احمد اصلا يعني. خرجك في ماتش قمه عشان يغرق الفرقه؟ والله. يعني انا يعني كلام كبير قوي يا كابتن. لا مش كبير والله. كابتن فاروق كان اسطوره نادي الزمالك يا سيدي على راسي. بس هم كان في مشاكل كبيره والناس عارفه كده. انت فاهمني. فاروق جعفر قال له خرجه ما بيدافعش. فعرفت بعد كده ان ايه خرجني ده، انا رايح على الجون. فانا حسيت ان الكابتن فاروق كان عايز يغرق الراجل ده الله يرحمه بقى. تمام. اللي بعده. اللي بعده. يا من اولها ضرب نار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه جاي اصلا. رايك ايه في قرار الاهلي بدفع غرامه كهرباء واستمرار اللاعب؟ بص انا اتكلمت في النقطه دي يا كابتن. اللي بيمشي من النادي الاهلي ما بيرجعش بسهوله خلاص يعني. هات لي على مدار واحد مشي ورجع كان كويس. يعني ايه مشي من النادي الاهلي؟ هو خرج اعاره. يعني خلاص طلع. طلع يعني اتساب. اصل طالما طلعتك اعاره يبقى انا مش محتاجك معايا. لمده سنه بس ممكن احتاجك سنه ثانيه. اوكي. المبدا ايه؟ انا جايبك ولعبتك وخلاص. انت المفروض ان انا هحتاجك فهتلعب. مش خلاص انا مش محتاجك في اعاره. فدي مشاهير انا كابتن. فما بيرجعش بسهوله. اللي بيعمله الاهلي مع كهربا ده ما حصلش بجد. انا بحب كهربا جدا. لعيب كهربا لو رجع لمستواه من 4 سنين هيكسر الدنيا في مصر. بس هو مش هيعرف يرجع. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاهلي بقى حنين. زمان اللي كان يبقى مش متوفق واخرها مع صالح جمعه خلاص، حاولوا معاه مره واثنين خلاص شكرا. مفيش مشاكل. المره دي داخله في موضوع عند. لا انا حاسس مع كهربا. لا عند مع الزمالك. انا جايب كهربا زي ما انت بتقول. انا هبيع صلاح محسن. هم هيقولوا الناس هتقول ايه ده؟ ازاي ده ولاعيب ب 40 مليون جبتوه؟ خلاص ما ينفعش. كهربا انت هتدفع له الغرامه دي قد ايه؟ 10 ولا 15 مليون؟ اكتر. اكتر 2 مليون. 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. طيب ال 2 مليون دول انا زي ما بقول لك اروح اجيب لعيب زي بتوع الهلال دول شفتهم في الماتش، عيال قرود يعني، وادي له ال 2 مليون مع الاحترام لكهربا. بس لما بتخش في حته ان انا لا عشان ما يتقالش دي، لا مش حلو. الاهلي فوق الجميع فلازم تبقى مصلحه الاهلي على. طيب في راي يقول لك انه كهربا اشترى النادي الاهلي، وكهربا ربما يكون ضحى للنادي الاهلي، وكان في امور لها علاقه بسبب الغرامات وما شابه من نادي الزمالك واحترافه وعودته مره اخرى وانه يلعب في النادي الاهلي، فهو راجل ضحى بكثير من الامور عشان يلعب للنادي الاهلي. لو النادي الاهلي سابه دلوقتي يبقى كده ضحى بكهربا رغم التضحيات الكبيره اللي عملها كهربا للنادي الاهلي. ده راي. الراي الثاني. ده راي. ما الراي الثاني انت قلته. ده راي. ايه رايك في الراي ده؟ لا الراي الثاني ده انا مش شؤون معنويه يا كابتن. ده احتراف. انا اشتريتك، انت اشتريتني، انا اديتك وصيدتك وعملتك نجم واديتك فلوس وانت وقفت جنبي وجبت لي جوان. الموضوع نسبة وتناسب. الاحتراف ما فيهوش. بس مش كهربا كان نجم قبل ما يجي الاهلي؟ ما انا بقول لك لو من 4 سنين جاب مستواه، ما انت ما فهمتش من 4 سنين. 4 سنين كان قبل ما يجي الاهلي. لو جاب المستوى ده لا يكسر الدنيا. بس انا صعب ان واحد يقعد مستوى 4 سنين مش غير 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 كان في شويه مشاكل صغيره اتعملت، مش صغيره بس نمشيها صغيره.
كل ده خلاص دي زمان في النادي الاهلي. لا يعني انت ضد فكره انه كهربا يكمل مع النادي الاهلي؟ لا خالص لا لا مش، وانا بحب كهربا جدا واد مؤدب واتمنى له يا رب يروح حته ويلعب فيها. يروح بقى انبي، يروح المقاولين، بص يرجع كهربا تاني بعيد عن الضغوطات، بعيد عن ده قال، بس هي دي اتمنى له كده. طيب نسحب واحد كمان. يا عم انت سهله ايه الاسئله؟ لا دي سهله. ده احنا وقفنا في سؤالين. الله يرحمه المايسترو صالح سليم قال لك ايه لما شافك في النادي؟ الله يرحمه. انا بص الكابتن صالح انا قعدت حوالي 14 سنه في النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه. شفت الكابتن صالح ثلاث مرات، مرتين في النادي الاهلي في ال 13، ومره كنا في انجلترا بنلعب ماتش ودي وهو جالنا. فانا داخل المطعم وكان هو قاعد مع سعيد سيدهم الله يرحمه المحامي يعني. وبعدين قاعد فانا بس يا استاذ سعيد دخلت فبضرب كده لقيت الكابتن صالح ليه هيبه الله يرحمه. انت عارف اللي وقف كده، عارف كان عندي كام؟ 22 سنه يعني، كنت لعبت منتخب. و بص قال ايه وهو بياكل، ازيك يا عبد الجليل؟ اسمع، وانا كنت ساعتها منتخب مصر، قال لك اسمع ان انت لعيب كويس فشد حيلك وما تعملش مشاكل، وهو بياكل اصلا. يعني انا عارف منتخب مصر بقالي 4 سنين بلعب، انا نجم بقى، نجم. يعني نجم. انا بقيت مش عارف اقول له حاضر. اسمع حتى انك دي. مع انا اسف تحس انك صغرت اللي هو انا انا جاي لك نجم، انا جاي لك كبير. بس تقول اللي تقوله انت صالح سليم. انت لو قلت انت ما جبتش ولا جون هقول لك اوكي. انت لسه هتبدا معانا هنا كوره. بس شوف العلاقه، انا بحبه لا وبقلق منه. مش بحبه عشان عايز منه حاجه. لا رحمه الله على اسم كبير وتاريخي في الكره المصريه. ده احلى سؤال والله. يلا بينا. باين كانوا وحشين؟ لا الباقيين رخمين. ده احنا عين اصل تحط صالح سليم يعني الحنيه كلها. ايه اللي زعلان من حنيه الاهلي؟ بس دي حنيه بتاعت صالح الله يرحمه. لسه بتقول دلوقتي الاهلي بقى حنين وزعلان. لا بس بتاعت صالح حنيه في الحق. انما الحنيه الايام دي يعني عدم اداره شويه. انما دي لا مفيش. قلبه جاحد كان الله يرحمه. بس في الصح. رحمه الله عليه. ايه اللي حاصل؟ اللي حصل غلط. ايه اللي حصل غلط مع سواريش لازم كولر يحذر منه؟ يا عم ده انا سمعت ان سواريش بيزرع شعر دلوقتي ومنزل بوستر امبارح على الصفحه ان هو بيزرع شعر. طب ربنا يسعده. ربنا يزيده يا عم بفلوسنا يابا، ربنا يزيده. اللي حصل مع سواريش ان سواريش اتورط لانه لعب ناشئين، والناشئين دول لعبوا قبل كده الدوره الوديه اللي هي الدوره قصدي بتاعت. طب سواريش ظلم ولا هو ظلم؟ لا هو لا ظلم ولا مظلوم، لا ظالم ولا بامانه. سواريش مدرب مش وحش، بس لفرقه زي في وسط الجدول. الفرقه اللي لسه صاعده. فاهم. مش اهلي. لا 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 ولا اهلي ولا اي فرقه حتى بتنافس. انت فاهم؟ تفتكر الاهلي لما اختاروا ليه؟ اختاروا عشان يتسرع بسرعة، لأن ما كانش في وقت وموسيماني مشي وعايزين يغطوا حتة موسيماني. مع إن ما موسيماني خلاص في طي النسيان، ما كان ممكن سامي يكمل لنهاية الموسم ونجيبنا كولر، بس قدر ما شاء فعل. خلاص هي سياسة. لو المستقبل، مش المستقبل القريب يعني، المستقبل البعيد، لو الأهلي فكر يرجع موسيماني تاني هتبقى مع الفكرة دي ولا لأ؟ لا مش هتتكرر بتاعت مانويل جوزيه لما مشي ورجع وكسب البطولات. لا ليه؟ لان موسيماني ماشي نجح قوي بس كان مبوظ فرقه، وانا كنت دايما اقول لك الكلام ده وانت تقول لي ازاي ما عندناش، ازاي تقول لي 9 تغييرات؟ فاكر؟ طبعا طبعا. ولسه مصمم يعني موسيماني لو رجع ما ينجحش مع الاهلي؟ ما اعتقدش، لان الكواليتي اللي موجود موسيماني كان مفنش عليهم. كولر متفائل بيه؟ واحد مسك منتخب النمسا اكيد عنده حاجه وطلعها في التصنيف شويه، سيبك من الانديه وكده، منتخب النمسا ده مش سهل طبعا، فاكيد عنده حاجه، ولكن لوحده ما يسقفش. لازم فرقه، لازم صفقات. اتمنى عوده ال7 8 اللي قلت عليهم يفوقوا، لان دول سوبر، دول الصفوه. تعال نشوف سؤال كمان حلو. الاسئله هي سهله. لا 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 منوعه. بدات تلطف اهي. بدأت تندع. صفقات الاهلي اللي تمت شايف انها مفيده للاهلي؟ احنا اتكلمنا فيها. يلا سيب ده وناخد اللي بعده. اتكلمنا فيها دي.
ربنا يكرمهم. هو حسام حسن ممكن اوبا يدرب الاهلي في يوم من الايام ولا مستحيل؟ سؤال سهل. لا سهل ايه؟ اصل حسام دلوقتي مشكلته مش مع الاهلي. لا جماهير الاهلي. خليني صريح معاك يعني. حسام اي فرقه تتمناه. بفنياته بروحه بقلبه اي فرقه تتمنى حسام وابراهيم والجهاز، ولكن المشكله دخلت دلوقتي ان زي ما قلت لك اللي بيمشي ما بيرجعش بسهوله. حتى لو ما كانش عمل حاجه ما بيرجعش بسهوله. عظيم. فصعب. عندك قصه حلوه انت مع كابتن حسام حسن في مصر المقاصد كتير. حسام قعد سنه مع بعض. عندي شويه كواليس كده مستخبيين. كنت انت بتدرب مصر المقاصد وبعد كده جه كابتن حسام حسن. في حاجه قصه كده حلوه. الاوتوبيسات والاجواء والحوارات فكرك ولا انت فاكر ومش عايز تتكلم؟ لا والله لا لا اصل معايا كذا موقف ممكن افكرك يعني. افكرك انا كان في اتوبيس انت كنت بتركبوه انتوا في مصر المقاصه لما جه الكابتن حسام حسن. شفت انا من جوه قوي. انا من جوه قوي صح؟ بعيد انا. احنا انا مسكت فتره ما طارق يحيى مشي كنت مدير فني. خدت البطوله اللي كانت ساعه الثوره في بطوله انبي عاملاها خدتها، كان في 7 فرق في الدوري خدناها. وبعدين لعبت اول 4 ماتشات وايه جابنا كابتن حسام حسن بقى. فانا اخر ماتش كنت هلعب وادي دجله عندي في الدفاع الجوي. الدفاع الجوي كنا معسكرين هناك. حلو قوي. فالطبيعي هي 3 دقائق 4 دقائق لغايه الاستاد من الفندق يعني. عظيم. فنزلت لقيت جايبين لي اتوبيس اللي هو الصغير ده. يا جماعه مش متعود على كده. ما قال له معلش اصل جوه. فانا قلت اللعيبه عيب كل واحد ياخد عربيته ويخش على الاستاد. تمام. فجه الكابتن حسام حسن نزلت من الفندق رايحين الماتش. لقيت طياره واقفه. عارف انت الاتوبيسات اللي هي عامله دي سد الفندق خالص. فبصيت للاداري كده قلت له يا بلد. يعني حلال ولا حرام كده جايب لي طياره. يا بلد. رحت ضاحك والله فما رضيتش حتى اقول له حسام سعد. بس كان في لعيبه برضه كانت بتتعامل معاك بلطافه ولما جه الكابتن حسام حسن يا لهوي. اصل كان فؤاد سلامه والفيومي لعبوا معايا كتير وكانوا عاملين معايا شغل كويس ولعيب. فكنا والله يا كابتن اول ما جه كان بينزلوا على الغداء قبلها بنص ساعه ودي حاجه كويسه. بس عارف لما كنا معاك بقى انت حسيت بتدلع انت. لا يعني ننزل قبلها ب5 دقائق مش عارف ايه يبقى في ايه شويه. حسام ما عندوش الحته دي. فانا انزل ابص لهم كده واضحك. فحسام بيقول لي بتضحك ليه؟ اقول له اصل العيال دي كانت بتنزل قبلها. بص بقى لهم نص ساعه متذنبين. كابتن حسام برضه بيخوف. لا هو ستايل الجوهري. وده نجح. هو نجح ربنا يكرمه. ناخد سؤال تاني. ايه رايك في الحته بتاعت الاتوبيس دي؟ لا انا ما اعرفش. اصل بس انا حكيتها كتير. اصل بقول لك ايه؟ انا نزلت الاتوبيس قد كده غلبان ونزلت المره اللي بعديها لقيت طياره واقفه. عبد الجليل كان بيقلق من مين في معلمين الاهلي زمان؟ بيقلق من المعلمين يعني؟ لا هو اللي كنت بقلق منه وهو لاعب. كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه. يعني كابتن ثابت كان لعيب معانا وكنا بنلعب. شخصية قوية. كان تحس ان هو المدير الفني هو مدير الكورة تعمل له. عشان كده لما بقى مدير كورة يستاهل. كان كويس. طبعا. ناخد سؤال بعده. فالله يرحمه كابتن ثابت كنت بتقابل له يعني. دي اسئلة جامدة. ورأيك في رحيل احمد ريان واللي قاله عن اللي كان بيحصل في قطاع الناشئين؟ انا سمعت انا عجبني الولد قوي. عجبني جدا لانه ولد مهذب ومتربي هو اصل ياسر ريان والده احنا يوم جوازي يوم جواز ياسر. هو عنده اهاب اللي اكبر منه بسنتين ده من جيل ياسر يعني. احمد اقل منه بسنتين فيعتبر ابني يعني. مع اني ما قابلتوش غير مره ولا مرتين. لا ما انا ما كانش مع ان هو انت شوف انت قلت لي ايه حلو ان انا اشتري ناشئ من بره 2 ناشئين ب25 مليون عشان المستقبل. طب انا عندي واحد ابني. واللي هتقول له خده هياخده. مع تجيب شادي حسين برضه انا بحب الولد ده قوي. وتدي فرصه ريان لانه صغير. طب لو انت كنت مضطر يعني سيراميكا كليوباترا قالت لك يا تديني احمد ياسر ريان يا اما ما تاخدش شادي حسين
بالرغم حب الشادي حسين بس لا احمد اثبت ان هو فيروت كويس واحترم. فانت كنت مع فكره ان احمد ياسر هاني يكمل مع النادي الاهلي حتى لو الاهلي اضطر ما يجيبش شادي حسين؟ اه طبعا طبعا طبعا، بس لو كان في امكانيه الاثنين آه لا حسب معلوماتي ان سيراميكا كليوباترا كان كلام في الحته دي شادي ومصطفى ميسي هتديني احمد ياسر هاني اولا، وبعدين انا كنت بتكلم ابني التراس اهلاوي قوي يعني، فكنت بكلم معاه في الحته دي وهو بيحب شادي قوي، فقال لي بص يا بابا شادي احمد ياسر خد فرصه سنه قلت له ما لعبش، قال لي برده خد يعني وما جاتش معاه، انما شادي لسه ممكن تجربه يبقى مكسره الدنيا قوي، قلت له صح، فاقنعني بصراحه. نشوف نشوف سؤال كمان. يا ريتنا كنا جبنا سيره 20 جنيه عم شادي. هل شادي حسين هيكون مفيد للفريق وسافيو البرازيلي تفتكر هينجح مع الاهلي؟ خلينا شادي لو خد هينجح هينجح هينجح، شادي عنده مستين قوي هداف وفي عنده حاجه بنت لذينه، هو التراس اهلاوي كان بيقعد في المدرج كان مع ياسر ابني وكانوا بيقعدوا بيشجعوا عنده روح تقصد يعني، ما هو لسه واحد كان بيشجع بيحب الفرقه ما يلعب فنعرف انه فدي مفيده قوي برده، بس هي سافيو البرازيلي بختك يا ابو بخيت اتفق، لان مفيش واحد لاتيني علم معانا في مصر كاهلي وزمالك، سيبك من كينو كينو كان عارف جاي يعمل ايه بالبرازيلي لا وكينو كانت ارقامه برده كبيره قوي 2 مليون لا كان اكتر مين ده كينو حسب الكلام اللي كان معلن وقتها اللي في الاعلام يعني كان ب 10 مليون دولار لا يبقى الاهلي بقول لك يبقى الاهلي خليه في ابو 2 مليون و3 لا لا ده الموضوع كبير يعني. خلينا في اللي هم ايه فرز تاني دول بس في اصل سافيو ده ممكن يكون فرز تاني برازيلي ومش وحش بقى فرز تاني برازيلي يعني ممكن يبقى سوبر هنا هو بالمناسبه يعني هو الفرز الرابع البرازيلي بيبقى حلو يعني انا مش عايز اقول كده لا هو الفرز الرابع مش عايز اقول كده لا الفرز الرابع في البرازيل بيبقى حلو حلو قوي بس خلينا في الثاني تمام ناخد سؤال كمان تعبت من الاسئله دي لا ناخد اثنين مع بعض ولا هتاخد واحد بس ما عشان نخلص بقى ولا لسه في واحد واحد لسه معانا وقت جمالك النهارده لا ده انت هو انت مش شغال في الاهلي فعلا عشان ختمت مشوارك في الزمالك والله انا بحيي اللي كتب السؤال ده انا مش شغال في الاهلي استاذ احمد حسين زميلنا في الاعداد والله برافو احمد لان انا بقالي فتره بتكلم استاذ احمد درمالي الدرمالي الدرمالي ده حبيبي اصل الدرمالي ده كمان على قديمه طبعا يعني ايام انا بلعب كان هو العباسيه يقعد يقول لنا الاتوبيس وهو معدي وانتوا راجعين وكان عمه وهو فكان يعني استاذنا من يعني حاجه تحرير طبعا فانا مش شغال في الاهلي لا مش عشان ختمت مشواري طب ما هو زكريا ختم مشواره في الاهلي وايمن شوقي من اعز حبايبي ختم لا يعني مش مساله مش كده انا مش بروح النادي الاهلي كتير او ما بروحش العب فريق الشمس معاهم او ما بعرفش اطلب حاجه من حد بس يا كريم لما تنجح في مكان في 12 13 سنه منهم 7 8 سنين رئيس قطاع ناشئين كمان المقصه على المقصه وافتخر ان انا طلعت 2 في السبع سنين لعبوا منتخب مصر ياسين احمد ياسين والاخير اللي هو بعت له الحمد لله وهو ما حطوش في القايمه بس اتمرن معاهم حوالي 4 5 ايام هشام حافظ الباك رايت 2001 هو موجود في المنتخب الاولمبي فالاثنين دولت فاكيد انا عندي حاجه كويسه حته بقى مش شغال دي ده يسال عليها اداره الاهلي وانا اتكلمت كتير يعني قطاع الناشئين والكلام اللي بيتقال فيه لا مش حلو مش ممكن يبقوا موجودين افضل انا اسف انا بقول لك كده يعني لا 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 حاجه بس اقصد من وجهه نظري انا ابتديت اشك في كده لان اللي موجودين مش ولاد النادي الاهلي والاهلي لو ما بياخدش 3 4 بطولات في الخمسه سته اللي بيشارك فيهم يبقى مش قطاع بجانب بيطلع لعيب السنه دي ما خدش غير بطولتين بس فممكن يكونوا كويسين بس انت لما بيبقى الفرقه دي ماسكها واحد هتقول انت ترضى تمسك فرقه ناشئين اقول لك لا ما ارضاش طبعا بس ممكن ابقى مشرف على فرقه دي ويا سيدي عين مدير القطاع اللي انت عايز تعينه بس تجيب خمسه سته زي عبد الجليل يشوفوا لك والمدرب يشتغل ليه؟ الولد لما يروح البيت ويكتب على جوجل محمد عبد الجليل اهداف مثلا او عمر او اي حد او اسامه ويشوفك وانت بتشيل الكاس والبطوله ما تيجي تقول لهم لازم ناخد بطوله ولازم بتبقى مقنع صحيح عكس واحد
كل طموحه ان كان يتأيد سنه بس يتأيد. او واحد جاي من بره من نادي كل طموحه انه يبقى في وسط الجدول، هتقول للاولاد ايه؟ صحيح، دي حاجات قبل الفنيات. رئيس القطاع خالد شغال، بس لازم ينقي ينقي نوعياته، ينقي اللي نجح الزمالك ايه في قطاعات، حاطين مشرفين قدام على الفرق ابتدوا يطلعوا ناس. انا بعدي عن النادي الاهلي لعلامة استفهام يو. مش عشان انا رحت الزمالك. ناخد السؤال اللي جاي. توقعاتك، هل كولر هيحتاج وقت قد ايه عشان ينجح مع الاهلي؟ كولر هيحتاج لازم سنه كامله، بس يدي حاجات بسيطه على فايلر، بس لو اللي انا قلت لك عليهم دول السبع تمن لعيبه دول فاقوا.